لمسن، لكن بسرعة كينتصروا عناصر الترجي. ثلاث لاعبين أمام كل لاعب من الوداد، ثلاث لاعبين من طرف الترجي أمام كل لاعب واحد من الوداد في كل المحاولات. هنا مراوغة كانت عن طريق المساكني، المساكني لاعب مهاري لكن مقطوع الكرة كترجع الدفاع. هناك تدخلات قوية شيئا ما من طرف عناصر الترجي أمام لاعبي الوداد. هناك لاعب مصاب، إذن جمهور غفير يتابع نادي ترجي. تأسس سنة 1919 22 لقب على مستوى البطولة، آخر لقب فاز به هو هذا الموسم ازدواجية البطولة والكأس. هناك العجوز في الكرة التونسية، شيخ الأندية التونسية، أبناء باب السويقة، العاشقين والمتابعين للترجي يترقبون هذا اللقاء القوي أمام الوداد. كرة في اتجاه فابريس كترجع مرة أخرى لفابريس، عنده صراع كبير مع المدافعين. فابريس كيتغلب الآن، كيبعث المرور، هناك خطأ، هناك خطأ واضح لصالح فابريس انضم. وبطاقة صفراء قد تقلل من التدخلات الدفاعية في حق فابريس. أظن من اللاعب كوليبالي إدريسا أو نعم الوداد. الآن الدقيقة 30 بتوانيها، أي 31، هل تحمل الجديد كرة الوداد؟ هل تحمل الجديد هنا في مرمى معز بن شريفية؟ فرصة الآن، فرصة ودادية، سنتابع عملية الترفيه. فرصة كانت في اتجاه الشباك لولا بن شريفية يوقف أخطار الفرص. الكرة الثابتة هي الحلول. أحمد أجدو كان صاحب الكرة الأخيرة، أحمد أجدو يرفع كرة عرضية مرة أخرى. دق الساعة العصر للوداد في هذا الأثناء. فرصة الآن، فرصة في هذا الأثناء، ضغط الوداد، ترفع الكرة عرضية. ثلاث فرص متتالية تضيع، ثلاث فرص متتالية ضاعت على خط هجوم الوداد. هل الرابعة قادمة؟ محاولة المرور من وسط الميدان، هناك خطأ، هناك خطأ من النيبت. يتابعون، لاحظوا، أظنها ساعة مرتقبة ومنتظرة. لاحظوا ياسين الكحل كذلك كان بإمكانه أن يجعلها في الشباك. كل شيء ممكن إن شاء الله، سنتابع ونترقب. محاولة أخرى هذه المرة لصالح نادي الترجي والانطلاق في وسط الميدان. لاعبين مهاريين كيحافظوا على الكرة بطريقة جيدة. اتجاه شمام، مقطوع الكرة عند بن رابح، لكن تدخل بانانا، يا بانانا كيتقدم بالكرة، هناك تمس. مطالب نادي الوداد في الأثناء بالرفع من الإيقاع والضغط أكثر على مرمى بن شريفية واستغلال عامل الأرض والجمهور، لأن نادي الترجي له الإياب في ميدانه. كرة أخرى، مراوغة جميلة والانطلاق. أجدو، أجدو كيمرة باتجاه فابريس، فابريس ممكن اختراق، يا فابريس ممكن مراوغة، يا فابريس ممكن ترفع الكرة، يا فابريس. أحد أبرز المحاولات والفرص، أحد أبرز الكرات والخطيرة جدا، كان ممكن أن تصنع الهستيريا هنا. يلا يا أبناء الوداد لا تكرروا مثل هذه الفرص الضايعة. هذه المرة حتى بن شريفية لمس الخطورة، لمس الخطورة بن شريفية، خطورة خط هجوم الوداد. الكرة الأخيرة كانت فيها أو كان فيها تسلل لفابريس. لاحظوا هذه الكرات الأخيرة، تسديدة من سنتابع من كانت التسديدة. صاحب التسديدة الأخيرة، التسديدة الأخيرة كانت من الرامي ياسين الرامي، كان صاحب التسديدة الأخيرة، اللاعب السابق للحسنية. نعم الأحمر والأبيض يتحركون،
الأحمر والأبيض يتحركون، والجماهير أكيد الودادية والمغربية بالمقاهي تتابع وتترقب وتنتظر تنتظر تنتظر ما ننتظر وتنتظرونه جميعا. اللقاء في ذهاب وإياب، اللقاء في ذهاب وإياب. إذن ياسين الكحال في التنفيذ، ياسين الكحال في التنفيذ، كرفا كرة عرضية عالية وركنية أخرى، ياسين الرامي كان صعب المحاولة الأخيرة لكن ارتضمت بعض اللاعبين. انتبهوا الركنية، ياسين الكحال لعبت كرة لمسن كيرفع كرة عالية وضربة مرمى و بن شريفية. لأن إن كان الواقع يقال والحقيقة تقال وفرصان وعرضية دائرية وتمر لتصبح ضربة مرمى. فيت كان من أجده تابعوا لعادة مبعدة من دفاع نادي الترجي. الرامي ياسين يدخل كرسمي في هذا النهائي، أحد الأوراق التي كشفت لدو كاستيل. هناك عملية تنفيذ تماس بالحاضرين والفائزين بلقب 92. هنا فرصة ل2011 وفرصة بعيدة في آخر المطاف. نهائي واليوم نهائي الوداد ليبحث عن إضافة لقب جديد في خزينة الكرة المغربية وخزينة الوداد. الجولة الثانية انطلقت، سننتظر أن ستكون على نفس منوال على نفس شاكلة الجولة الأولى. مطالب أن يكون أحسن في هذه الدقيقة التي سنعيشها وإياكم عبر قناة الرياضية تنتي، لأنه يستقبل بميدانه أمام جمهوره. هنا محاولة لصالح نادي الترجي لكن تسديدة بعيدة أو تسديدة من بعيد ضعيفة، أقرب وأسهل لنادي المياغري. مرة أخرى لعناصر الترجي، كاينش محاولة كبيرة في الدقائق اللي مرات، ما كاينش هجمات. المحاولة لصالح الترجي، عداري من محاولات فريق التونسي، تسديدة وضربة مرمى. إذن لاحظوا هذه المحاولة لسعد من خلال فريق الترجي طيلة الدقائق التي مرت في الجولة. دوري أبطال العرب 2009 والنهائي، الترجي فاز بالبيضاء بهدف مقابل شيء، هدف ميكيلا إينيرامو، كان التعادل هدف مقابل هدف بالإياب ملعب رادس، سجل آنذاك أسامة الدراجي للترجي وصمد رفيق للوداد. هنا محاولة جديدة وبعيدة، كانت تسديدة الأخيرة ليوسف المساكني. يوسف المساكني كان يدخل في هذا الأثناء أسامة الدراجي 24 سنة. التغيير الدراجي اللي كيحمل شارة العميد بعد ما ارسلها له اللاعب خليل شمام. حتى الاخر لحظه كره في وسط الميدان اماميه، كرجع فريق الوداد الان فرصه لها لامكانيه التمرير الجهه اليسرى. فابريس، فابريس ممكن الاختراق يا فابريس، ممكن التمرير لكن فابريس لازال قاعد على الكره، امكانيه التمرير تضيع الكره الاخيره، كان ممكن ان تكون احسن. مره اخرى محاولة اتجاه جوزيف يانيك، أسامة الدراجي أو كان هذا أجدي
كتبر الكرة عند ولدين كيبحث على الاختراق أو التمرير. كرة حذاري كانت محاولة وعرضية من وجدي بوعزي هنا الدراجي وخطأ كيقول الحكم خطأ شمامي خليل شمام في التنفيذ وفرصة لصالح الترجي. كرة دقيقة 88 شمام في التنفيذ كمرار وتدخل جميل جدا بعد هذا التسديدة المحكمة من شمامي. تابعوا لعادة لاحظوا إبعاد جيد من المياغري اللي كيتصاب على إطراد السقوط. قلت مجموعة الأندية نزل في التنفيذ هناك وجدي بوعزي يرفع الكرة عالية. لاحظوا مدى خطورة كرات الترجي الكرة الأخيرة 0-0 ما يمكنش نقولوا نتيجة سلبية لكن نتيجة كتبقي الأمال لفريق الوداد كتبقي